ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في سعادة وهنا. صباحكم فل ان شاء الله. النهاردة هنعمل اكلة بتنفع للعزايم، تتشرفي بيها قدام اي حد، وسهلة وتتعمل. اللحمة دي بتتعمل في نص ساعة، يعني لو ضيف على غفلة جالك ومش عارفة تأكليه ايه، هنأكله. الحاجات دي اللي انت شايفاها دي اتعملت، انا عملتها بسرعة، وهندخل مع بعض على الفيديو وهتلاقوا المقادير سهلة ان شاء الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الهنا، صباح السعادة عليكم كلكم. يا رب يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. اللي هنتنشط بقى ونقول هنعمل ورقة لحمة جميلة قوي وبسيطة، وهتعمليها في أقل وقت وأقل مجهود. بسلم عليكم طبعا كلكم واحد واحد، كلكم حبايبي وبحبكم في الله. والله ربنا يخليكم ليا يا حبايبي يا رب. هنخش على المقادير على طول عشان ما نطولش الفيديو. معانا لحمة، معانا اللحمة طبعا اللي انت عايزاها، اللي انت بتفضليها بتلو، بس الاحسن انها تكون بتلو او تكون كندوز، بس اللحمة تكون صغيرة عشان تستوي وتبقى حلوة معاك. معانا طماطم، ومعانا بصل، بصل متقطع شرايح. البصل طبعا على حسب كمية اللحمة اللي انت حطاها، بتكتري البصل على حسب اللحمة. معانا فلفل رومي، عايزة تحطي حراق بتحطي قرن واحد. معانا بطاطس مكعبات متقطعة زي ما انتوا شايفين، مش عايزة تحطي ما تحطيش، اللي يريحك. عندك كوسة حطي، عندك جزر حطي، حطي الحاجات اللي بتفضليها. معانا طبعا طماطم دي أساسية، البطاطس والكوسة دي مش أساسي، انت عايزة تزودي أي خضار زودي من عندك. معانا طبعا التوابل، معانا ملح، معانا معلقة بهارات، كل دي معالق شاي، مع المعلقة الصغيرة بتاعت الشاي. معانا طبعا الملح على حسب الملح اللي انتوا بتحبوه، الملح ده بتاعك انت. معانا ورق لوري، هنحط مثلا ورقتين. معانا نص معلقة صغيرة ثوم بودر، نص معلقة صغيرة بصل بودر. معانا 3 فصوص حبهان، هتدقي عليهم بسيط على اساس الريحة اللي جوه دي تدخل في اللحمة، او تطحنيهم اللي يريحك. معانا حاجة بسيطة اوي قرفة، يعني نقول على حرف المعلقة كده حاجة بسيطة قرفة. معانا معلقة صغيرة بابريكا، معانا بهارات اللحمة، معانا نص معلقة ونص معلقة فلفل أسمر، معانا حاجة بسيطة شطة. دي التوابل يا حبايبي، وطبعا هكتبها لكم في صندوق الوصف. ومعانا مكعب ماجي، عايزة تستغني عنه برضو، ما بتحبهوش ما تحطهوش. اقول لكم التوابل تاني، نص معلقة توم بودر، نص معلقة بصل بودر، معانا حاجة بسيطة قرفة، 3 فصوص حبهان، معلقة بابريكا، مع نص معلقة صغيرة زنجبيل مطحون، معانا نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، معانا نص معلقة صغيرة بهارات، معانا نص معلقة صغيرة كمون. حاجة بسيطة شطة، والملح اللي بتفضلوه طبعا ورق لوري. هنسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنجيب صينية كده ونحط فيها البصل، وهنحط الفلفل، وهنحط الطماطم. أسهل حاجة إن انتي بتعمليها كلها على بعض. وهنحط البطاطس، وهنحط التوابل بقى كلها. هنخلي اللحمة بعدين، معلش بقى هعمل كل حاجة بإيدي لازم كده عشان تتبل معاكي بسهولة. احنا ايدينا طبعا غسلينها، ودي حاجة يعني هناكلها بإيدينا، اللي بتقرف وتقولك إيديا. طبعا انت عايزة تلبسي جوانتي، عايزة تلبسي دي حاجة بتاعتك انت. طبعا كل واحدة أهم بالنظافة، بتهتم بنظافتها.
احنا قبل ما نبتدي اي حاجة بنغسل ايدينا اهم يا حبايبي. بعد ما دخلنا التوابل هنضيف اللحمة، وبرضه تقعدي تدخلي اللحمة كده فيها بتحاولي تدخلي التوابل كلها والخضار مع اللحمة كده. بالشكل ده هيبقى معانا صينية، الصينية ديت فيها ورق فويل، هتعملي ورقة كده، وطبعا عشان الورق ده بيقولوا غلط فاحنا جايبين ورق زبدة تاني. لو ما عندكيش ورق زبدة ممكن ورقة الكراسة بتاعت العيال بتتصرفي. اي حاجة عندك تتصرفي بيها، المهم ما تقفيش. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحطها كده. وهتقفلي عليها كده، تقفلي عليها كويس عشان البخار اللي يطلع يسويها. هنقفل عليها كويس كده، طبعا انا مسخنه الفرن هيبقى، ما هنجيب ميه حوالي كده كوبايه كبيره. طبعا التوابل اللي في قلب الصينيه حرام ان احنا نرميها، ونيجي جنب من جنب الصينية كده هنحطها كده، وهتدخليها الفرن على الرف الوسطاني، وهنسيبها حوالي ساعة. ما تفتحيش عليها الا لو الفرن عندك عالي، انت بقى ايه تابعيها على حسب الفرن بتاعتك. وهدخلها الفرن بقى، واما تطلع ان شاء الله اوريها لكم. وانا قلت يا حبايبي بقى، كان في واحدة حبيبتي طالبة مني الكوسة والفلفل. طبعا خلطة المحشي دي، خلطة المحشي انا عملتها كذا مرة حبيبتي، فانا قلت بقى ايه اعمل احشي عشان ما اطولش عليكم والحاجة ما كررهاش تزهقوا مني. قلت ايه انا قورتها بالشكل دوت. طبعا بتقوريه الكوسة بمقوار رفيع بالشخين، وطبعا لحبايبي بقى العرايس اللي هم لسه ما اتجوزوش بتعملي الحركة دي ازاي، اللي هي الشرشرة اللي على الكوسة بتديها شكل كده بالمقوار. طبعا انا ما قورتش بده، انا مقورة بواحد رفيع ده مشرشر، بتفضلي ماشية على الكوسة كده بتدي الشكل الجميل ده. هنحشيها ازاي يا حبيبتي؟ طبعا كلكم شاطرين وبتعرفوا تقوروا، فانا ما حبيتش اجيب لكم التقوير. انا مقوره البتنجان قبل كده وموريه لكم. بتحشيها كده
يعني بتسيبي حوالي عقلة من الصباع لأن الرز بيكتر. هحشيلك واحدة كمان. أنا قلت جنب ورقة اللحمة طبعا لازم حاجة تبقى جنبيها، فكان بصراحة عندي خلطة المحشي دي، فقلت ما يمنعش يعني إن أنا أجيب الكوسة بدل الرز ما يترمي حرام. جبت كوسة وجبت فلفل وقلت أعمله معاكم. عندي الفلفل طبعا، الفلفل بتقوريه بالشكل دوت ما يتفتحش جامد عشان ما يبقاش منظر وحش، عشان الرز بيكتر فيه فما بيبقى شايله الحته دي كلها بيبقى شكلها وحش كده لما بيستوي، فانت حاولي على قد ما تقدري تشيلي حاجه بسيطه منه كده، وبرده ما نملهوش للاخر، برده تسيبي منه حوالي عقله كده على اساس الرز بيكتر. وطبعا قورناهم وغسلناهم كويس قوي. الكوسه على فكره عايزه اقول لكم معلومه، الكوسه بتبقى مسكره بتبقى معسله، فعشان طبعا في المحشي في الطبيخ بتبقى طعمها حلو، انما في المحشي ما تبقى معسله بتبقى طعمها مش كويس. فانا عملت ايه، بتنقعيها زي البطاطس، بعد ما بتقوريها بتجيبي ميه وملح زي البطاطس قبل ما تحشيها كده بساعه، بتقعدي نقعاها في الملح والميه حوالي ساعه، بتطلع في منتهى الجمال. بنحشيها بالمنظر ده، وطبعا بتبقي فرشه اي حاجه في الحله بالطريقه ديت. انا ده التقوير بتاع الكوسه ما رميتهوش، بفرشه في القعر كده، بفرشه من تحت كده بالشكل ده. هكمل بقى الكمية يا حبايبي وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي رصيته بالشكل ده زي ما انتوا شايفينه. طبعا هحط حوالي شوب واحد مية عليه ملح وهسويه، اول ما يغلي توطي عليه على طول، هيطلع معاكي الرز بوحدته كده وهيطلع في منتهى الجمال. هسويه بقى ان شاء الله وارجع لكم تاني. واللحمة كده خلصت يا حبايبة، هي سخنة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بقت بالشكل الجميل ده. بصوا شكلها جميل ازاي، واستوت اهي زي ما انتوا شايفين. وده المحشي، اللي عملناه مع بعض. وعلى فكرة حبايبي انا حطيت معلقة سمنة، اي سمنة عندك، زبدة النوع اللي بتفضليه، زيت كريستال، اي حاجة بنحطها بس عليها كده من قبل ما تغطيها. معلش انا اسفة انا نسيت، ولو في اي حاجة في التصوير معلش عشان انا اول مرة اصور لوحدي، ابني كان في المدرسة طبعا وانا صورت لوحدي. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.